دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار اللي هتحصل ان شاء الله النهارده، كمان اهم المباريات اللي هتتلعب في افتتاحيه بطوله كاس الرابطه المصريه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيواصل طلاب النقل الثانوي الأزهري امتحانات الترم الأول، ويؤدي طلاب أولى ثانوي علمي امتحاناتهم في مادتي التفسير وعلومه والفيزياء، ويؤدي طلاب تانية ثانوي علمي امتحاناتهم في مادتي الأدب والمطالعة والنصوص والأحياء، كما يؤدي طلاب أولى ثانوي أدبي امتحاناتهم في مادتي التفسير وعلومه والتاريخ، وسنة تانية ثانوي أدبي هيؤدوا امتحاناتهم في مادتي الأدب والمطالعة والنصوص والتاريخ. النهاردة هتنطلق بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الثالثة بثلاث مباريات في إطار دور المجموعات، هيلتقي بلدية المحلة مع سموحة الساعة 3، في نفس التوقيت هيلتقي الإسماعيلي مع الداخلية، وفي الخامسة مساءً هيلتقي فيوتشر مع الاتحاد السكندري. النهاردة هتغادر بعثة فريق ريال مدريد إلى السعودية لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني 2023، وتقام بطولة كأس السوبر الأسباني من الدور نصف النهائي، ويواجه الريال نظيره أتلتيكو يوم 10 يناير، فيما يلعب برشلونة مع أوساسونا يوم 11 من الشهر نفسه، على أن تقام مباراة النهائي يوم 14 يناير الجاري.